السلام عليكم my dear friends, welcome back to my channel. Today I will talk about the traffic in Arabic. Don't forget to subscribe, like, comment, share my videos and bell icons. Let's begin. هيا نبدأ. المرور المرور. What is this? ما هذا؟ شرطي المرور شرطي المرور. وما هذه؟ إشارة المرور إشارة المرور. وما هذه العلامة؟ قف قف. وهذه استعد استعد. وما هذه العلامة؟ انطلق انطلق. وما هذا؟ عبور المشاة عبور المشاة. وما هذه؟ رخصة قيادة رخصة قيادة. وما هذا؟ طريق طريق. وما هذا؟ رصيف رصيف. وهذا؟ موقف السيارات موقف السيارات. وما هذه؟ محطة وقود محطة وقود. وهذه؟ محطة حافلات محطة حافلات. وما هذا؟ نعم تقاطع تقاطع. وما هذا؟ دوار دوار. وما هذا؟ نفق نفق. وما هذا؟ جسر جسر. وهذا؟ طريق رئيسي طريق رئيسي. وهذا؟ طريق فرعي طريق فرعي. Or you can say طريق جانبي طريق جانبي. Activity 1 أين إشارة المرور؟ أين إشارة المرور؟ أحسنت. أين شرطي المرور؟ أين شرطي المرور؟ نعم. ما هذا؟ فكر think ما هذا؟ أحسنت. طريق طريق. Activity 2
translate into Arabic. شكرا لكم، مع السلامة. Learn Arabic with Hamada. Speak Arabic easily.